يجب أن يتم هناك يجب أن يتم خلال الفترة القادمة وضع لائحة للعقوبات تطبق على الجميع، على الجميع، على ال 18 نادي اللي موجودين، مش تطبقها على نادي الأهلي وتسيب بقية الأندية الأخرى، لا، يتم تطبيقها على الجميع، سواء في التأجيل المباريات، سواء في عقاب اللاعبين، في كل حاجة. عشان كده نتمنى أن تكون هذه الوجوه الجديدة اللي موجودة في الاتحاد المصري لكرة القدم، أتمنى منها أن يكون هناك عدالة في كل الأمور وفي كل اللجان اللي موجودة في الاتحاد المصري لكرة القدم، وأن تعمل بكل حيادية، لأن مفيش حد هيسكت. كل الأندية لما هتلاقي حد بيميل لصالح حد محدش هيسكت، مش هنسكت طبعا اعلاميا بالكلام، بان احنا نشوف ايه اللي بيحصل. فكل ما نطلبه هو الحياديه في كل شيء، مش عايزين حاجه تانية. هو ده النادي الاهلي بالمناسبه، ما بيطلبش النادي الاهلي في الملعب، خلاص اللعيبه نسيت الدوري اللي فات بالمناسبه، نفسهم طبعا، او احنا نفسنا الحقيقه، انا اللي نفسي ان احنا نحتفل بدرع الدوري علشان نعمل حفله كويسه ويبقى معانا جمهور النادي الاهلي ونفرح معاهم ونتبسط معاهم، ولكن ما باليد حيله، هنعمل ايه؟ الدرع زي ما حضراتكم شايفين، بكره بعده لغايه لما نشوف ماذا سيحدث في درع الدوري. فالموضوع ده برضو كان مهم اللي انا اتكلم فيه. كلنا بنساند اللجنه الخماسيه، بنساند اللجان اللي موجوده في اللجنه الخماسيه، ولكن حسن النوايا دائما متوفر عندنا، وننتظر ماذا سيحدث خلال الفترة القادمة، لأنها فترة صعبة جدا جدا جدا، وعلى أساسها هتبنى أمور كثيرة جدا خلال الفترة اللي جاية.